وهي عم تتعلم كارب احلى رح بصير احسن من ابوك ولا ايه والله شو بدنا نساوي يعني الواحد سيدي بهالايام لازم يتعلم كل شيء بعدين انا كنت ساعد ابي بحلاقه المساجين والمسؤولين عن السجن بري عليك فرق البطعوان معناتها انت فوتت الحبس فاتك بالعكس يا سيدي بالعكس ضرتني كتير وخصوصي انه انا فت على سجن ظلم وانت بتعرف خلاص لك وطي صوتك بعدين كان هذا درس لك لحتى تعرف شلون تضب لسانك وما تكشف اسرار انا امنتك عليها فهمت الله وكيلك يا سيدي ما حكيت لحد عن اللي بعرفه منه بعدين انت شلون بتأشر بايدك لبنتي وهي طالعه من البستان ولا هاي واطي شلون سيدي الله وكيلك ما اشرت لها كذاب لك انا شفتك بعيني هي يلي بده ياكلها الدول ايه مزبوط مزبوط سيدي بس انا ما اشرت لها انا كنت عم سلم عليها والسلام لله الله ياخذك لك هي بنتي مو بنت الناطور وانت لازم تطلع على قدك فهمت مزبوط سيدي كل واحد بيتجوز على مستواه على كل حال من اليوم ورايح كل يوم تجي لعندي على البيت مشان اشيل لك دانك سيدي ايش رقبتك مشان تأمل لها طلباتها وتوديهم على البيت على بيت الناطور لك لا يا جدبي انا سكنت لها بيت بالحاره الثانيه وسكنتها فيه لحالي ايوه وانا بكره بدي لك على البيت ماشي تعرف لك شكور مو سيدي والله والله اذا بدري هالمره انه حدا يدري انه انا مستاجر لي بيت بالحاره الثانيه بايدي هدول اللي علمش قاعدك لا 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 سيدي طمع سرك كبير ما حدا رح يضرب منك ماشي اي لك ورجعتني لك حمار انا اسف سيدي والله مو قصدي عطريس حاضر باشا هات لي صندوق طول بالك سيدي والله مو قصدي راس راسه لك دهيا ابو سيدك سيدي لا تبوسني والله بعد ايدك والله مو قصدي اشتقت لك سيدي اشتقت لك كوميات كوميات لك شبيه شكور بدي اطلب منك طلب وبتمنى ما ترفض لي لك شو ارفض لك اياه لك انت بتأمري امر اذا بدك لبن العصفور جيب لك اياه بتقول لابوك يضب لسانه وما يجي بعدل ابي قدام اهل الحاره احسن ما ابي يغضب عليه ويتخلص منه بس المشكله ابي متبري من لسانه يعني ما بيمون عليه والله خايفه ابي يسلط عليه عتريس ويقصل له لسانه ولي والله أبوك يشيت إنه ما بيعملها بيعملها بيعمل أبوها كمان يا خوفي طالع فرمان بأبي الشنق أو إعدام أو علخ ساعتها بيكون حلمنا بالزواج تبخر وصار مثل حلم إبليس بالجنة لا كل شيء إلا هي عشان هيك نبه على أبوك وخليه يتقرب من أبي إذا خايف على حبنا أي خلص خلص ما بيصير إلا اللي بدك يا شكور أنا بحبك ولازم تطلبني من أبي لك هذا حلمي من عيني بس يا خوفي أبوك يعصب علي ويرميني بالألعاب مين بده يطالعني وقتها؟ شو نسيتي المرة الماضية؟ إيه علي الله أكلت فلا لك ورموا رجلي منه وكله من ورا هذا أبو نقلب بنته شكور ما بعرفك جبان بعدين اللي بيحب لازم يضحي وأنا تحققت من الموضوع بنفسي بابا هو اللي جبره لأبو نقلة يشتكي عليك وأبو نقلة لا حول له ولا قوة آخ يا كوسر آخ يا خوفي تطيري من بين إيدي وأبوك يجوزك لواحد تاني غصب عنك طمن من هالناحية أبي ما بيغصبني على شي أنا بنته وحيدته وحبيبته هلأ أنت المهم تقدم لي وتريك الباقي عيني أنا بقنعه يا ريت يا حياتي يا ريت يا عليم الله ساعتها رح أحطك بقلبي وعيوني مو بس هيك رح صير خاتم بين إيديكي وشبيك لبيكي عبدك بين إيديكي وأنا بحطك بقلبي وعيوني رح تطلبني من أبي؟ آه إيه طبعاً طبعاً رح أطلبه حلمنا رح يتحقق وما في شي بيفرقنا وبيبعدنا عن بعض ساعتها رح أكون أسعد إنسان بالدنيا كلها شكوري يا نور قلبي هي طالعتوا الحطبات على الأسطوح؟ طالعناهم على الأسطوح ماشي هلا بتروحوا اتنيناتكم تشتغلوا بالبستان وبتقصوا الشجر سيدي الباشا يعني ليش نحن رح نروح؟ خلص نجيب لك اثنين عمال على حسابي لا لازم كل واحد منكم يعرف مقداره لكام ترفض تجوزني بنتك كرمال هذا الشرشوق خلصنا بقى هات شو دخله ايش كان بدي مطايتك بنوب مطايق الله حيو عمي الشاويش ايقا اهلين عمي نشا اهلين صدق الشواش خلاص لك انت وياه لكان تارك لي كراكون
ورايح تشوف بنت الشاويش على باب صقار وعامل اللي فيها عاشق ومعشوق ولا؟ يا باطل ولك طول بالك يا عمي شاويش، طول بالك هالبوزي من دعنا حبيبي. عمي شاويش إن جاءكم واثق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم والله العظيم فاسق. يا تضرب منا كلهم، روح من وشي انت وياه. والله لا خلي فهيم يعمل لك فلا قدام كل اهل الحاره. فاسق انا يا نشأت، ما فاسق انا بورجيك. لك ايش بدك تسوي اكثر من هيك؟ يعني كسرت لنا الرتبه ومشي الحال، شو بدي اعمل انا اكثر من هيك؟ شو بدك تعمل؟ مصفاية وما يعيبك بخش، امشي نشأت. امشي ليك؟ من كتر همومي كبرت علي ثيابي، يعني انحفت وكبرت علي ثيابي. لك يا عمي الشاويش حاجة تتعب حالك، ما بكفي عم نشتغل صخرة عند الباشا مثل المرابعي. فشرت بعينه وعين اللي خلفه، من طول عمره هو وأبوه بيشتغلوا عند أبي مرابعين. وش كان هاي الارض اللي تم بتحكي؟ كانت بتحكي. بعدين انا عمي عم بشتغل بارضي. لك ايه لسه بقول لي ارضي؟ روح يا شو هالحكي هذا؟ اسمع يا ابني يا نشأت، هاي الارض اللي انت شايفها اللي فيها ذكريات حلوه كتير، مو بس انا كمان ابي اب زهدي كان يقعد فيها، كان يحب اكثر من روحه. لك طالما ابوك بيحب الارض كتير ليش باعها وفرط فيها؟ يعني ما الله لو عندي هيك أرض ما بفرط فيها بكنوز الدنيا. يا حاجة ما رح أصدق بنوك. هذا الكلام اللي عم تقوله على طول بيشغل لي بالي، وأحياناً في بنصاص الليالي مثل المجنون بعد بتذكر كلام أبي الله يرحمه. هو عم بيقول لي صحيح أبي حرمني من الورثة لأنه ما أجاني صبي، بس كان يقول لي على طول شوف يا ابني يا فكري، أوعك أوعك تفرط بالأرض. ها البني آدم والرجال والأبضاي ما بيفرط بأرضه ولا بيرزقه. الله يرحمه كان هو كتير متمسك بالأرض وكان يحبها كتير. هون حطنا الجمال. والله يا عمي الشاويش أنا بتمنى من قلبي إنه يكون كلامك صحيح، إن شاء الله يا رب. اسمع يا نشأت، الزمن مهما طال إلا ما الحقيقة تبان. وعلى قولة المثل هاي الشمس يلي فوق منك ما بتتغطى بغربال. زقيتوا الحطبات؟ زقيناهم. اشتغلتوا بالأرض؟ اشتغلنا. زعيت وياه؟ وين مثل دمك؟ ولك على الكرفون ولك؟ شوفوا لا فهيم، إذا طلع جناني بس لحق فلقها ما بخليك وينك لا نسائل عنك لا انت ولا الباشا تبعك. ها ودي مالك. اخلاص اخلاص وحدي مثل العالم والناس. انت بالذات واصلة معك مني لهون، واصلة لراس مناخيري. وكلمة تانية، بخلي العريس يقدحك فلقة توصل صوتك لراس الحرق. نعيد عندك يا نزل لي على السجن ورجع عندي بسرعة نشوف. الله لا يوفق للباشا، لحيته طرعوا للمختار، العمى ضرب الجوز ضرب العمى. خبيته شري سبقني نزيل. ما بصير ما عم قل لك نزيل سبقني. يا عمي انت اكبر مني. عيد حرك انت وياه دلو يلا. محتار انا كيف بعيش، ضايع بين كيف وليش، وحدي تزعل من وحدي ترضى بكلمة معليش، خربوا عمري وسنيني حريم.